بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اخترت مكان ضلة وحتة فيها شوية هوا كده عشان اتكلم في سحر النهاردة. يعني سيدنا علي اتسأل ايه اقوى مخلوق في الدنيا، فقال لك النار بتحرق تاكل اي حاجة. بعدين افتكر ان المية بتطفي النار، فقال لك لا، المية اقوى من النار. بعدين تذكر في السماوات ان السحاب بيشيل المية، فقال لك بس اقوى مخلوق في الدنيا هو السحاب. ثم نظر لاعالي الجبال، فلقى اعالي الجبال بتوقف السحاب، فقال لك الجبال الرواسي الضخمة هي اعظم واقوى المخلوقات. وهو بيبص على الجبل كده لقى عليه شوية بيوت وزرع، لان الانسان سخر الجبل عشان الحاجات اللي هو عايزها. فقال لك بس الانسان هو اقوى مخلوق على وجه الارض، خليفة الله. وبعدين قال لك بس انا ممكن يعدي عليا يوم ويومين بالكتير مش قادر اقوم نايم، فالنوم اقوى مني، اذا النوم هو اقوى مخلوق، النوم سلطان. وبعدين افتكر ان الارق والهم بيشيل النوم من العينين، فقال لك الهم. ثم تذكر ان ذكر الله بيشيل الهم، فذكر الله اقوى مخلوق. بس خدت بالك النوم اقوى من الانسان. والحقيقة إن ألذ شعور في الدنيا لما تخش على السرير وتحضن من المخدة، تحس إن أنت في مملكتك بس تكون مخلص اللي وراك، بحيث إن أنت تبقى نايم وأنت مطمن، ما عندكش هم المتأخر. وأصعب المشاعر لما تبقى نايم وأنت متأخر وعليك مسؤوليات وعليك اهتمامات وأنت مأجلها ومطنشها. لكن الأصعب والأصعب إن النوم والكسل يبقى هدف ومحور بيتمركز عليه يوم واحد مننا، وان اصله يومه هو التطنيش والنوم واللامبالاة، وجنبه بيتحط شوية انشطة تانية. انا جاي النهاردة اتكلم عن سحر الراحة. الراحة دي نعمة كبيرة ربنا ادهالنا، بالذات في البلاد اللي مليانة امان، اللي هي اغلب بلادنا. لكن ساعات كتير الواحد بيتسحر بالراحة وتتقلب بكسل. سحر الراحة، الشخص اللي مسحور بانه يكبر دماغه كده ويترمي كده على الكنبة فرد رجليه وماسك الريموت كنترول، عمال بيعمل اي كلام، سرحان في الفراغ، عمال ببطء كده يقلب على الفيسبوك، وكل ده وراه مسؤوليات. المسحور بسحر الراحة الكسلان هو الشخص المتباطئ عن اداء واجباته بدون سبب، المتراخي عن اداء مسؤولياته بحثا عن الراحة. الفرنساويين عندهم مثل جميل قوي، يقول لك اقوى منوم في العالم هو الضمير المستريح. فالشخص اللي بينام هو مستريح، هو ضميره مستريح. اما الشخص المسحور فبينيم نفسه، بيقتل عمره وبيقتل الوقت. احنا جايين بقى نقتل الكسل، جايين نتكلم عن سحر الراحة اللي ضيع أمة الإسلام. احنا في عالم التمكين فيه هو صاحب الصوت الأقوى، وكم من بلد احتلت، وكم من بلد شرد الناس اللي فيها، وكم من بلد تأخرت وافتقر أهلها بسبب الكسل. احنا جايين عشان التمكين،
العبد الرباني عبد بيدور على التمكين، والتمكين لا يمكن ابدا يكون عند انسان مسحور بسحر الراحه. تعرف تحدد انت كسلان ولا لا؟ علم النفس بيقول ان الشخص الكسلان اللي مسحور بسحر الراحه ودايما عايز كده ما حدش يطلب منه حاجه وعايز يقعد، دايما بيدعي المعاناه. اول علامه من علامات سحر الراحه الشخص الكسول بيدعي دايما انه تعبان وان الوضع متعب، ودايما تسمع كده في كلامه لسه شويه، طب بعدين يا عم ده كل حاجه بالواسطه، طب يا عم واحده واحده على نفسك، الدنيا زحمه حر. الالفاظ المستميته دي دايما بتبقى عند الشخص اللي عايز ياجل مسؤوليات وعايز يكبر دماغه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كما قال صحابي اسمه كعب بن عجره، علمهم سيدنا محمد ان الشغل تعب لجلب الارزاق ده جهاد في سبيل الله، زي الحرب زي الفتوحات الاسلاميه. بيقول مره سيدنا كعب بيقول مره شفنا واحد قوي قوي ونشيط قوي في حياته، فقلنا لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له، مش كان يبقى احسن في الحرب ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يسعى على صبي له فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. ودي قناعه عند ناس كتير مننا، من الناس اللي عايزين يبنوا الامه الاسلاميه، ان شغلك هو جهاد العصر. الجهاد فريضه فرضت ولن ترفع الى يوم القيامه، منها نوع اسمه جهاد السيف، وانواع كتير من الجهاد منها جهاد العمل واعمار الارض. علشان كده ربنا في القران ذكر الكساله عن الجهاد وقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح، عارف الشغله ما جاتليش، الحمد لله مش هصحى الساعه 8 الصبح، الحمد لله ان انا ما حدش طلب مني حاجه. فرح المخلفون، الناس كلها بتتعب وتشتغل وصحيه من 7 وهو عايز يصحى الساعه 3 العصر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني. دايما في اعذار وفي ادعاء للمعاناه. ممكن طب تلعب رياضه، طيب حتى لو مش هتشتغل روح الجيم العب رياضه، حافظ على نفسك، يعني مش قادر لازم حد يكون معايا. طب روح هينزل دور على شغل الدنيا حر. طب خد كورس، طيب محتاج وقت ومفيش وقت، هو قاعد مش بيعمل اي حاجه. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. كانوا زمان يقول النبي مش هقدر اروح ادافع عن الاسلام وانشره في بلاد الروم لان في بنات حلوه هناك، بني الاصفر، عارف زي اللي مش عايز يشتغل ويقول في اختلاط. طب ما تدور على شغل ما فيهوش اختلاط، او تدور على شغل طبيعي لازم يكون في اختلاط في المجتمع الطبيعي، هنعمل ايه؟ وخليك انت منضبط، ولا انت عايز تريح؟ ده زي عذر من الاعذار. ربنا بيتكلم على اصحاب الادعاء المعاناه والاعذار الدائمه وعشان عايز يريح. واذا انزلت سوره أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. عايز أقعد شوية بس. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. كسل وحش. الكسل من علامات سحر الكسل، أنا بدعي دايما بدعي أن في إرهاق وفي تعب. عشان كده سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام تنسب له قولة راقية جدا، قال إني أكره النوم من غير تعب والضحك من غير عجب. ما بحبش اخش انام عشان لازم انام، انا احب انام لما ابقى تعبان، كأن النوم مكافأة على انجاز اليوم. وما بحبش اضحك على حاجة ما استعجبتش منها وكانت فيها شيء لذيذ يعني. فأول علامة من علامات مسحورين الكسل هو ادعاء المعاناة دائما، دايما في سبب يريح عشانه. من علامات مسحور الكسل، مسحور الراحة الكسلان يعني كبر دماغه، هو تكبير التفاهات. يعني ايه تكبير التفاهات؟ يعني دايما بيخلي الحاجات اللي ملهاش قيمة ليها قيمة عشان يشغل نفسه فيها. ليه 3 ساعات بلاي ستيشن؟ عشان بتنمي العقل، ماشي. طب ليه 5 ساعات فيسبوك؟ عشان اخبار البلد، ماشي. طب ليه 9 ساعات نوم؟ النوم مش حرام يعني، رد طبيعي هيقول لك النوم مش حرام يعني. ايوه بس الـ يعني البشر كلهم بيقولوا ان من 6 ل 8 ساعات كافي، اللي بينام 8 ساعات ده يعني ملك زمانه يعني.
فدايما تكبير التفاهات عشان يستهلك وقته فيها، عشان محدش يقول له يعمل حاجه. على فكره العلامات دي ممكن تبقى قاسيه على قلوب ناس كتير مننا، بس دي حقيقه. واحنا اتفقنا في بدايه سحر الدنيا علشان ننتفع بالبرنامج دي لازم نواجه نفسنا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول: الكيس الذكي العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. الشخص اللي ذكي اللي دايما بيفكر ايه اللي انا غلطان فيه عشان اصلحه. اما الشخص العاجز فهو الشخص اللي بيقول انا كويس اتبع نفسه هواها، وربنا غفور رحيم، انا عملت حاجه حرام وتمنى على الله الاماني. تاملت في قول كده، القول ده لما تاملت فيه انا كنت حافظه من زمان، يمكن حضراتكم حافظينه، بس سالت نفسي هو لما القول ده يتحقق فيا ايه اللي هيحصل. عارفين القول المشهور الحسن البصري، وينسب للنبي عليه الصلاه والسلام، بس يعني اظن هو اقوى ينسب للحسن البصري: في كل يوم يقول اليوم، في كل يوم الايام بتقول، كل ما يطلع يوم جديد: يا ابن ادم انما انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود. تدبرت شويه كده في موضوع اليوم ده، وان اليوم هيشهد. تعرف يوم القيامه فيش من قواعد الحساب السته ان في شهود، وكفى بالله شهيدا، والاعضاء هتشهد، والملائكه شهود، وسيدنا محمد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن الشهود اليوم، لو احنا بنتكلم دلوقتي في علامه تكبير التفاهات، ها طيب تصورت يوم كده وربنا بيقول: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، اليوم في ليل ونهار، لايات لاولي الالباب. فقعدت اقول لنفسي: طب لو اليوم هيشهد لي واليوم فيه ليل ونهار، يبقى انا لازم الصبح اعمل حاجه النهار يشهد لي عليها، وبالليل اعمل حاجه الليل يشهد لي عليها. وبدات افكر نفسي اعيش كده، ما نفسيش ان انا يجي الليل يشهد لي ان انا طلعت الكوز في الاستيميشن مثلا، ده اللي عملته بالليل في سنين من عمري. مش عايز يجي النهار يشهد لي كان نايم وصحي الساعه 3 العصر. دي حاجه ما بص، هي حلال، والاستيميشن حلال، والنوم حلال، بس احنا اتسحرنا بالحلال ده وزاد قوي. مش عايز انا يجي ليل يشهد لي ان انا كنت قاعد قدام التلفزيون بقلب، اتفرجت من التمثيليه دي على الفيلم ده، على التوك شو ده اللي ممكن يكون مش لازم يكون وقتها في حاجه مفيده بتعلمني، اديني قاعد بقلب. يا رب يكون في حاجه مفيده، اتفرج وتعلم وثقف نفسك. بس لو بستخدم الحاجات دي عشان اقعد وانا على عملك شهيد، فاغتنمني فاني لا اعود، مش عايزه يشهد لي ان انا كنت قاعد بلعب بس. عشان الاعمار دي كل يوم بيتاخد منها. عشان كده هم علامتين: العلامه الاولى ادعاء المعاناه، والعلامه الثانيه تكبير التفاهات. طول ما احنا بنكبر تفاهات وبنسند عليها، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. كانك عندك خمس نعم وفي خمس عواقب، فالحق استخدم النعم، اوعى تعيش مسحور وعمرك يضيع. اغتنم شبابك قبل هرمك، الهرم لما واحد يعجز قوي ما عرفش يتحرك. واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم فراغك قبل شغلك، قبل ما تبقاش لاحق تصلي ولا تقرا قران. واغتنم حياتك قبل ما تتحاسب وتموت، قبل موتك. الشخص اللي مسحور بيكبر التفاهات. لو لقيت نفسك كده بتشغل وقتك وبتدعي وبتبرر يا عم دي حاجة مهمة وانت عارف انك بتضيع وقت في الراحة، اعرف انك مسحور وكسلان، ولازم نواجه نفسنا عشان نبدأ نحل مع بعض. الله الله الله. كلكم مش هقولك على قصة مسحور، على مأساة انسان بيحب الكسل، سحر بسحر الراحة عايز يريح. شاب داخل ريكو للتجارة، ما بيحبش يروح كليه يحضر، ف تعرف ساعات كليه مش كل الكليات تحضر فيها يعني عشان تنجح ممكن ما تروحش يعني. فكان بيصحى الساعه 12 ويروح الكليه، يشرب حاجه ساعه ويقعد كده في طرقه من طرق الكليه يبص على الرايح واللي جاي. وعدت عليه الاربع سنين كده، عدى الاربع سنين يمكن بمقبول بالعافيه، وبدا يشرب سجاير. عارف فراغ كان بيرجع من الكليه على الساعه 6 المغرب، ومن 6 لغايه الساعه 3 4 الصبح بيته معروف، ده بيت البلاي ستيشن والافلام، هو اللي عنده اصلا الحاجات الجديده من كل حاجه يعني.
ودايما اوضته، انا اسف، في معاه في الغرزه لما الناس تتجمع عشان تقعد تلعب واللي عايز ياكل ده الجو تخن قوي، واوضته كلها ريحتها سجاير. عدت السنين، عدت، ابوه كان راجل معروف في البلد فتوسط له في بنك واشتغل، ولما اشتغل في البنك ده بدات تحصل المشاكل، مش عايز اصحى الساعه 8 الصبح، وبدا ابوه يشد عليه ويبقى فوق دماغه لغايه ما خلاه ينتظم، عشان كل ده في وشه. وابوه قال له لو اتلفت ماليش دعوه بيك، ما تصغرنيش قدام الناس. المهم عدت الايام وبقى له سنه بيشتغل واستقر تمام الحمد لله، بيروح عينيه مقفله ومش شايف قدامه لانه بيرجع من الشغل بينام لغايه الساعه 10 بالليل، ومن 10 لغايه الفجر قاعد قدام التلفزيون وبلاي ستيشن وشويه دور الكوتشينه والبولت الاستيميشن، اهو قاعد ما بيعملش اي حاجه. جات له فرصه للجواز، اهله جابوا له، انت واخد بالك، اهله جابوا له عروسه بنت محترمه جدا ومن قرايبهم، وهي يعني بالنسبه لها جوازه كويسه يعني. اتجوزت البنت، اتجوزت، اول ما راح بيته خلاص 100 100، لا في اب يقول له اصحى ولا ام تقعد تزعق فيه. وبدات المشاكل من ايامها، من ايام بدايه الجواز، بدا يروح متاخر على البنك وما تفرقش معاه، ويصحى مقريف ومش شايف قدامه ومش طالبه له يتحرك، لغايه ما اترفد من البنك. مراته كانت بتشتغل مدرسه، بتقول برجع الساعه 3 او 4 البيت الاقيه لسه صاحي، ما انت عارف مقريف تعبان وزهقان، وعلى فكره ده حال الانسان الكسول، بيبقى مخنوق متضايق من نفسه بس مش عايز يطلع بره الموضوع ده. كتير قوي من اصحابي اللي لسه مصرين يريحوا وما يستغلوش الصيف بتاعهم او يطوروا من نفسهم في اوقات الفراغ، اقول له اخبارك ايه؟ يقول لي انا اسف، يقول لي زفت، بصحى الصبح بقعد على القهوه، بنزل بالليل مش عارف التلفزيون، وما بقاش في حاجه اليوم زي بعضه، مع ان المفروض انت مريح يعني 100 100 يعني. هو كان كده، كنت ترجع الساعه 4 تلاقيه صاحي مقرف وزهقان، بتقول انا بقيت اكره الشكل ده، وبقيت كتير قوي قوي اتخانق معاه على كميه الافلام والتمثيليات اللي عمال يتفرج عليها، كل شويه يقول لي طب اعمل ايه؟ اقول لها اعمل ايه يعني؟ ما هو الوقت كده، طب انزل دور على شغل، ما انا دورت مرتين ثلاثه، عامل ايه اكتر من كده؟ ويزعق في مراته. بتقول وفي يوم من الايام دخلت عليه لقيته بيتفرج على لقطه اباحيه على اليوتيوب، بصراحه من كتر غيظي منه واجهته، قلت له ايه ده؟ عيب على واحد زيك متجوز يعمل كده؟ اتخانق معاها وزعق لها علشان هي كسفته قدام نفسه. المهم البنت بتقول تعبت جدا في الموضوع ده، وحاولت انا وابويا ان احنا نساعده. في يوم من الايام وانا بغسل لبسه، بطلع احط ايدي كده جوه جيب لبسه علشان اشوف لو في فلوس قبل ما يتغسل، لقيت بذور، بذر كده، فانا ما اعرفش ايه البذور دي، ايه اللي حد يشيل نبات في جيبه؟ سالت اخويا قال لي ده بانجو. بص، الفراغ اساس المعاصي، اباحيه وبانجو، طبعا بتقول تخن جدا والبيت كله ريحته سجاير. حاولت انا وابويا نساعده، فابويا جاب له شغل، وانا ابويا بيقول لي طب تحب الميعاد امتى؟ 9؟ قلت له لا خليها الساعه 12 عشان يكون صحي. صحيت انا، الست البنت بتقول صحيت الساعه 8 الصبح، الساعه 7 الصبح عشان اروح المدرسه، صحيته تمام، ابوس رجليك صح، صحي تمام، وقعد على السرير. الساعه 12 ونص جالها تليفون من الشركه بتاعه اصحاب ابوها، فين جوزك؟ فين جوزي؟ انا مصحيه الصبح الساعه 7، 7 ونص عشان يلحق الانترفيو. اتريها بعد ما نزلت نام وقفل تليفونه، رجعت لقيته قافل تليفونه ونايم. قالت له انت انسان مالكش لازمه في الحياه، انت انسان صغير في عينيا، بهدلته وهزقته. هي بتقول انا ما احبش ست تقول لراجل كده، وكنت بزعق لصحاباتي لما يغلطوا في جوازهم، بس هو ملوش قيمه عندي. المشكله بقى البنت بتتكلم فيها ان هو عايز يخلف، وهي بتقول انا خايفه نخلف لحسن اتربط بيه اكتر، وانا بصراحه مش قادر اكمل مع واحد هو مش راجل في نظري. خلصت القصه، فشل في كل شيء، فشل في ان بنت تحبه وتحترمه، فشل انه يكمل في شغلانه مستقره جدا في بنك، فشل حتى في صحته، فشل في علاقته بربنا بسبب الكسل، بسبب الخلود للراحه. ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. لازم تفك السحر ده، سحر بجد، مقيت للبني ادم ومقيت لكل واحد نفسه يكون له دور في بناء بلده وخدمه امته. طيب ايه العواقب؟ ايه الثمن اللي بيدفعه كل واحد كسلان
متأخر، الدنيا زحمة وحر ومش قادر، مش وقته، وبعدين لسه كتير. ايه التمن اللي بتدفع؟ رقم واحد الكآبة. اي واحد فينا يا جماعة مستسلم للكسل ومسحور بسحر الراحة بيكتئب، لان سر السعادة عند الانسان هو الاتزان. احفظها دي، لما تكون علاقتك بربنا بتحاول تبقى كويس، واهلك راضين عنك، واجتماعياتك مستقرة وسوية، وعندك نجاحات في شغلك وعلاقاتك منضبطة، بتحاول الى حد ما هنا تبقى ناجح، وهنا عندك انجاز، وهنا انسان سوي، ده مصدر السعادة. غير كده تكتئب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان دايما بيوجه الصحابة يشتغلوا، اللي ما بيشتغلش منهم يقول له اشتغل. ليه؟ عارف ان القعدة دي مش كويسة. عارف انت لما تقعد هتمد ايدك هتتذل، والذل بيكئب. عشان كده بقول لك الكآبة هي اول عاقبة. واحد جه للنبي قال له انا محتاج فقير اديني، فالنبي قال له طب هسألك سؤال. الحديث ده رواه ابو داود من حديث انس بن مالك، هحكي لك انه قصة يعني. فالنبي قال هسألك سؤال، عندك حاجة في بيتك؟ قال له ايوه يا رسول الله، عندنا حلس. حلس يعني حتة قماشة كده زي سجادة مثلا، بنقعد على حتة منها ونتغطى بالباقي. قال له هاتها. والنبي قال من يشتري هذا؟ فواحد قال بدرهم. قال لا زوده شوية. فحد اشترى بدرهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اتفضل خد الدرهمين دول، اشتري بدرهم اكل لاهلك ما ترجعش ايدك فاضية، وبالدرهم التاني اشتري قدوم، شاكوش يعني، او بلطة اللي بتقطع الشجر. فراح اكل اهله بدرهم وجاب الدرهم القدوم. قال خذ هذا، النبي مسكه بايديه باركه صلى الله عليه وسلم، قال له خذ هذا وغيب عني لا اراك 15 يوما. عدى يوم في التاني، اسبوع في التاني، والراجل جه كان اشترى حطب، قصدي قطع حطب وتمام وظبطه وباعه، باعه ب10 دراهم او 15. فجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له اتفضل اشتري بيه لبس لاهلك غير الحلس اللي انت بعته قبل كده، وبالباقي اكل، وكمل شغلك في الحطب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن المسألة تأتي يوم القيامة نكتة، نقطة يعني، سوداء في وجه صاحبها. ما تسألش، ما تطلبش، اشتغل، ما تكسلش، تقعدش تقول هاتولي، اشترولي، اعزمولي. لا، هتكتئب، هتكتئب من كتر ما بتمد ايديك والناس سبقاك وانت محلك سر. في يوم من الأيام، كل ده احنا لسه في اول عاقبة، الكآبة بسبب الكسل. يوم الايام قصة لذيذة يعني، هي شكلها مش صحيح بس فيها معنى حلو قوي يعني. اب ماشي مع ابنه بيدوره على شغل، يا ابني تعالى ندور هنا وندور هنا. فهم ماشيين لقوا ثعلب تخين قاعد كده، قاعد بقى ايه، دماغ ناقص ريموت ويقلب في التلفزيون زي حالتنا. وبعدين لقوا اسد ضخم كده وجسم كده بيجيب له الاكل يحطه قدامه، والثعلب ياكل وينام. فالولد لما شاف الثعلب التخين ده والاسد الجته العضلات بيجيب له اكل، قال لابوه بص اهو ارزاق، الاكل ارزاق، ما تقوليش بقى روح لقمه العيش، هتجيلي لغايه السرير يا ابويا، انا مروح عايز انام ودماغي. فقال يا بني اردتك اسدا ولم اردك ثعلبا، ليه ما تكونش اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ليه مش انت اللي تدي بدل ما تقعد وتكتئب؟ عشان كده اول عاقبه واول تمن بيدفع الكآبه. الكآبة عند الشخص المسحور بسحر الراحة الكسلان. التمن التاني والعاقبة التانية اللي بيدفعها الشخص الكسلان المسحور اللي استولت عليه لذة الراحة والنوم وحضن السرير والخلوة في اللحاف، أي حاجة هو قاعد مش عايز أي حد يبوظ عليه أي حاجة، إنه بيستسلم لشهواته. الشخص ده مستسلم، قال لك راس الكسلان بيت الشيطان، صح؟ وده اللي بيعمله الشيطان معنا كل يوم. الصبح عايزك تبدا بالكسل وتكبير الدماغ والنفس المخنوقه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو نام 3 عقد، يقول نم عليك ليل طويل، فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقدة، فاستيقظ نشيطا طيب النفس، وإن لم يصلي استيقظ خبيث النفس كسلان. عمال يتنطع ربع ساعة ويشرب شاي بلبن نص ساعة، ويبص كده في السقف في ساعة ويعمل كده، بتعمل ايه؟ الناس اشتغلت وتطورت وطلعت القمر،
بتعمل ايه؟ قوم ما تستسلمش لشهواتك. هتخش تقلب على اليوتيوب هتخبط في حاجات وحشه، هتخش تدعبس في الفيسبوك هتشوف صور مش كويسه. ابقى اعمل الحاجات دي لما تكون محتاج منها حاجه، ما تخشش تتمشى. انت بتتمشى في الانترنت عشان في وقت، عشان الكسل. انت قاعده في البيت وممكن تطوري نفسك. انا في الاجازه، ما تقولش طور نفسي، والله اللي طوروا نفسهم في الاجازه هم اللي شغالين دلوقتي وهم اللي ارزاقهم ما شاء الله. ام سليمان زوجة السيده داوود، سيدنا داوود، ام سيدنا سليمان، تقول: يا بني لا تكثر من النوم، فانه من اكثر من النوم بعث يوم القيامه مفلسا. من 6 ل 8 ساعات، مش هقول لك 4 ساعات، نام من 6 ل 8 يا عم، متع نفسك بس مش اكتر من كده. على راي واحد صاحبي كان يقول: بصوا يا جماعه احنا استريحنا كتير، ننام بقى. بص الفن. ان تقول نفس: يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. فات الفجر واتريقت على العباد. او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين. ما هو هداك بالنبي، بس انا قلت على الناس اللي عماله تقرا عن النبي وتتشبه بالنبي متشددين. او تقول: لو ان لي كره لو ارجع بس الدنيا فاكون من المحسنين. ما هو قال لك: احسن الي واحسن معايا بقراءه كتابي. بس انت قلت قراءه الكتاب القران محتاجه وقت، وانت عندك وقت وتلت ساعه ولا نص ساعه كان هيحميك من شهوات كتير. استسلمت لشهواتك بسبب الكسل وسحر الراحه اللي استولى على القلب. لازم نفك الموضوع ده يا امه النبي. مضى زمن النوم يا خديجه، دي كلمه النبي، لازم نفكه. اول حاجه كآبه، اول عاقبه. تاني حاجه استسلام للشهوات. راس الكسلان بيت الشيطان. تعالوا نتفق مع بعض على حل، على فك لسحر الراحه. هقول لكم على حل يرقيك عند نفسك، يخليكي كبيرة جدا عند رب العالمين، وليكي بصمة بحيث لما نعيش في الدنيا ونسيبها الناس تفتكرنا بحاجة فيها خير، وفي نفس الوقت يفك من قلوبنا سحر الراحة اللي هو الكسل. عيش لقضية، عيش لرسالة. ادعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هدف تعيش عشانه في إصلاح. عيش لعمل خيري، عيش لدعوة لدين رب العالمين ونشر القيم اللي جه بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عيش لتطوير من نفسك، أي شيء فيه قيمة، فيه رسالة، فيه أهمية. اعمل لنفسك قدر عند نفسك وعند الناس ومن قبل نفسك والناس ربنا سبحانه وتعالى. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ربنا اتكلم في القرآن على ناس عاشت لأهمية وقضية وهدف ما كانتش مرحرحة، وناس عاشت مسحورة بسحر الراحة كانت كسلانة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه عاش في الدنيا مجتهد فيتيسر الحساب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اسمع، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وعارف أن الكتاب هيجيله بشماله فيحط إيده الشمال ورا عشان ما ياخدهاش بالشمال فيجيله الكتاب من ورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبورا يعني هلاكي، الدليل على الندم، ويصلى سعيرا. ليه يا رب؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. كلمة مسرورا ذكرت مرتين، واحد كان عايشها في الدنيا واحد يعيشها في الآخرة. يعني إيه مسرورا؟ مسرورا هنا يعني مش شايل هم. صاحبنا اللي هيتحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا، مش هيشيل هم، لأنه شال الهم، مش الهم الحزن، هم القضية والرسالة، وأنه يكون صاحب بصمة ويرضي رب العالمين ويدعو لدينه ويكون صاحب عمل خير، عاش لقضية. التاني إنه كان في أهله مسرورا، ما كانش شايل هم، كان عايش مرحرح مسحور بسحر الكسل. علشان كده ربنا بيعاتب عليه إنه كان في أهله مسرورا، مش فرحان، كان مطنش. ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول: يا ضعيف العزم أين أنت والطريق؟ هذا طريق شاخ فيه نوح، ونشر زكريا بالمناشير، وألقي في النار إبراهيم، وذبح السيد الحصور يحيى، وألقي يوسف في السجن ولبث فيه بضع سنين، وقاس محمد صلى الله عليه وسلم كل أنواع الضر، وأنت تلهو وتلعب. مجهود يتعبك خير من فراغ يفسدك.
عيش لقضية تكبر عند نفسك وعند الناس وعند ملك الملوك وعند سيدنا محمد، ده العلاج. واحلم معايا نوصل لمرتبة اليقظة، مقام اليقظ. وصاحب مقام اليقظة النهاردة إنسان قصة إسلامه بس كانت 6 سنين، أسلم عنده 31 سنة واستشهد 37 سنة، لكن لما استشهد وصعدت روحه الشريفة اهتز عرش الرحمن فرحا لصعود روح سيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار، اللي يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بمجهوده عليه الصلاة والسلام الإسلام عن طريق سيدنا مصعب بن عمير، دخل الإسلام المدينة، تلقى في الإسلام سعد بن معاذ وعاش لقضية، قضية دعوة ربنا وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمة ربنا. وراح لقال قومه: ما تعدوني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: كلامي عليكم حرام وكلامكم علي حرام إن لم تدخلوا في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلمت الناس بسبب همة وهم سيدنا سعد بن معاذ. وفي غزوة بدر بعدها بسنتين ثلاثة، يوم ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، هنعمل إيه؟ هم 1000 وإحنا 300. فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا الأنصار، والله لقد آمنا بك وصدقناك يا رسول الله وأعطيناك العهود والمواثيق. بس إنسان عايش لقضية: يا رسول الله، سالم من شئت وعادي من شئت، براحتك. لو خط بنا برك الغماد، مكان صعب جدا بينه وبين النبي 10 قبائل أو أكثر معادية، ودينا في الحتة اللي أنت عايزها. والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله لتجدننا يا رسول الله صبر في الحرب، صدق عند اللقاء. عيش لقضية، لعل لما روحك تصعد يهتز لها عرش الرحمن. لو كان سيدنا محمد عايش وسطنا كان أخبرنا بهذا الغيب، إن في ناس مننا ممكن يرتقوا للمرتبة دي. لكن لعلك لما تروح عند ربنا تعرف مقامك وتعرفي مقامك. شاب قوي وبنت عاشت لقضية، عالج ساحر الراحة الكسل بأنك تعيش لهم والقضية، عشان تبعث يوم القيامة إيدك في إيد سيد الأنصار سيدنا سعد ابن معاذ. توكلنا على الله. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني، فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديت جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق من اللي انت فيه